أدري إن كان هذا الحشد وصل إلى المليون أو لمليونين، لكن هذا دليل صارخ على أن الشعب الجزائري يرفض جملة وتفصيل هذه منظومة الفساد الفاشلة، هذه العصابة المافياوية. الشارع لن يعود إلى سكنه الطبيعية وإلى حياته الطبيعية حتى ترحل هذه المنظومة الفاسدة. والله كل الأمور التي قمنا بها منذ دخولنا إلى هذا المحترق كان مدروساً. القضية وما فيها أننا دخلنا إلى هذا المعترك بضمانات. وزارة الداخلية أعطتنا الاستمارات وقالت لنا لكم الحق في الحديث إلى الشارع وإلى الشعب وإلى الطلبة، لكن منعنا من دخول الجامعات، منعنا من الحديث مع الناس، منعت استماراتنا من المصادقة. وهذا دليل صارخ على أنهم جابونا باش يلعبوا بنا، لكن احنا كنا على بالنا بهذا الخطيئة، بهذا الخطة الجهنمية. والشعب الجزائري بحول الله تعالى ناضج، كل نضج ليعرف بأن الناس اللي يحبوا الجزائر ويخموا على هذا الشعب سوف ينسحبون كلهم من هذه اللعبة الفاسدة. نعم، المعارضة ائتلفناها، تجتمع كل أسبوع لتخرج بنفس القرار، وهو أنها مرة مع الناس ومرة مع الشعب ومرة تأكل في اليد اليسرى لهذا النظام. المعارضة الحقة هي الشارع، والشارع الآن أصبح قوياً وواعياً وراقياً بما فيه الكفاية ليصبح هو مصدر كل سلطة.